الاكونتس بقى بتاعت السوشيال ميديا. طيب. وبعدين بقى عندنا اكونت على السوشيال ميديا واكونت كمان على السمارت تي في، واحيانا بناخد الاكونتس بتاعت دي بنخش على تطبيقات الافلام، مش عايز اقول عشان الاعلانيه بس طبعا يعني بقينا ماشيين بتاع 20-30 باسورد على 20-30 اكونت. فلو واحد منهم بيتضرب احيانا بيتضربوا كله معاه، يعني نعمل ايه عشان نصعب العمليه بقى؟ بالظبط كده الفكره كلها، ان الناس لازم تعرف. الافضل نستخدم لينك مثلا دخول مثلا بالفيسبوك على ابلكيشن تاني، ولا الافضل ان احنا نعمل اكونت يعني كل باسورد منفصل، او ما نخشش باتنين ابلكيشن على بعض؟ هقول لحضرتك. مش عارف فاهمني ولا لا؟ فاهمك. دلوقتي افضل طريقه للباسورد او تشفير الباسورد بيبقى بشكل اقوى، بحيث ان هم يحميهم من برامج الاستنتاج اللي موجوده ومنتشره. يعني دلوقتي انا عارف بتكلم حضرتك، عارف اسمك، عارف تاريخ ميلادك، عارف صحابك، عارف اللي حواليك كلهم، انا احط البيانات دي على برامج تحليليه ممكن تستنتج لي شكل الباسورد بتاعك. وافضل اجرب، واحيانا بتظبط بشكل كبير جدا. ايوه اصلا احيانا بقى اعمل ايه ذاك، انا مش هقول كده عشان تسرقوني بس احيانا بقى ما انا عايز افتكر ال 30 واحد. دلوقتي جبت اجنده وبدات اكتب والله. انا هقول لحضرتك برضو على طريقه ثانيه. والله بس دلوقتي كنت مثلا اختار كلمه مفتاحيه واكررها، بس اغير بالظبط. حلوه اغير حلوة. يعني اغير الرقم، اغير بتاع، بس هي نفس الكلمه مثلا بالظبط. لا حلو الكلام. بس البعض قال لي انه غلط لانه ممكن يحصل عمليه استنتاج، ما انت مكرر الكلمه في كل الاكونتس. بس انا بكررها عشان افتكر. هقول لحضرتك على طريقه حلوه قوي لكتابه الباسورد. أيوة. بس عموما انا بكلم الساده المشاهدين وجميع الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، لو الباسورد بتاعتك مش فيها الخطوات اللي هقولها دي لازم تدخل تغيرها فورا. قول لنا بقى الخطوات. اول حاجه لازم تكون حروف كابيتال وسمول ورموز وارقام الاربعه، وتعدي ال 16 حرف والحاجات اللي احنا قلناها دي. ده لازم اجباري. اجباري 16 رقم؟ اكتر، مش 16 بس، اكتر من كده. طب ليه نحفظهم بقى؟ ازاي 16 هقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه حته ان احنا نحفظهم ازاي، احنا في 2022 والمستقبل القريب والميتافيرس والحاجات دي كلها كلنا نتحول تكنولوجيا. فهي الفكره كلها كمان مش في الكتابه، افرض الاجنده ضاعت منك. برضه هديك طريقه حلوه لحفظ الباسوردات انا نفسي اعملها. انا طيب. انا راجل قديم تقريبا ماشي بالاجنده، اطلع الاجنده اشوف. لا هقول لحضرتك على حاجه حلوه قوي وسلسه وفي نفس الوقت تلم الدنيا عندك. ما انا بعمل نصح بقى عشان ما اكتبهمش على الموبايل عشان الموبايل اتسرق ولا حاجه. حتى لو اتسرق بتعرف برضو تتحكم في الموضوع. طب نرجع بقى لطريقه الباسوردات، احنا قلناها. تاني حاجه ما تكررش الباسوردات يعني على الفيسبوك زي الجيميل زي اللي مش عارف ايه. يعني لو واحد اخترق، طبيعي المخترق دلوقتي ذكي جدا، طبيعي هيعرف باسورد الجيميل، كل حاجه عندك هتتسرق مره واحده. فبالتالي تغير بقى حروف، تغير رموز، تغير ارقام، تغير اي حاجه وتختلف بينهم بين كل اكونت واكونت. وانا شخصيا عامل كده. طيب في حاجه، انا الباسورد بتاعي مكون من اكتر من 30 رمز ورقم وحرف وكلمه، لانه انا عندي متابعين. طيب شخصيه مستهدفه. فبالتالي الواحد لازم يخاف على نفسه اكتر ويامن نفسه. طيب في حاجه برضه مهمه، انت مش حافظهم على ايه؟ ال 30 دول حافظهم؟ احب اقولهم لك على هو. لا حافظهم طبعا. 30 حرف ورقم في باسورد واحد؟ طبعا. كلمه كبيره مثلا، مقطعه، ارقام، على حسب بقى طريقه تكوينك للباسورد. اهم حاجه ان يكون كل ما يكتر كل ما يصعب تشفيره زياده. طيب في حاجه برضه مهمه جدا من ناحيه الباسوردات ومن ناحيه الحاجات دي كلها، نقطه حضرتك سالتني سؤال برضو مهم اللي هو عن طريق الباسوردات. كنت بتسالني سؤال دلوقتي اللينكس. اللينكس لا، بعد اللينكس اتكلمنا على الباسوردات. الاكونت هل استخدم احيانا مثلا ممكن استخدم مثلا اكونت الفيسبوك في الدخول مثلا على منصه افلام او لا؟ لا ما افضلش بكده. ما افضلش بكده يعني خالص. في ناس بتستسهل تقول لك خش بقى، ما هو خلاص بقى نقعد بقى نعمل بقى كل شويه باسورد وبتاع. بالعكس ما افضلش بكده. على سبيل بقى الفيسبوك وتامين الحسابات على الميديا، دي حاجه برضو مهمه. بما اننا جبنا سيره الباسوردات تتكتب ازاي، خلينا برضو نقول للمشاهدين ازاي يامنوا حساباتهم على الميديا. انا بشوف ناس كتير الصراحه حاطه ايميل قديم على الفيسبوك او رابطاه بالاكونتات بتاعتها الكبيره. الايميل ده كل ما يقدم كل ما يكون متاح على المنصه بتاعته. بمعنى لو حاطط ايميل مثلا ياهو او هوت ميل او حاجات قديمه قوي وما بتفتحهاش، بينزل متاح تاني. احنا بنجرب الاسامي بتلاقيها متاحه. فبالتالي لو انا خدت النقطه دي عشان الناس كبيره برضو انت عارف بيبقى عامل ايميل من سنه 1963 ده بقى غلط مثلا يعني بقصد، وعمره ما بيفتحه
بس هو ده اللي عمل بيه البتاع. لا ده بقى وبعدين يقول لك الاكونت ما بيفتحش. لا بالعكس، ده بقى اكتر الناس بتقع في مشاكل كبيره بسبب ان هم موحدين الايميلات وفي نفس الوقت عاملين ايميلات قديمه ما بيفتحهاش، فبالتالي بيحصل عمليات سرقه كبيره قوي بسبب ان الايميل قديم. لازم اول حاجه يكون ايميل جديد مش مع حد وتدخل عليه باستمرار، ويفضل يكون جيميل، وفي نفس الوقت الباسورد تغيره زي ما احنا قلناه. وفي خاصيتين لازم تفعلوها، واغلب الناس اللي بقى لهم موبايلاتهم وحساباتهم مش مفعلينها. المشكلة ان هم بيستصعبوا الامور، زي ما حضرتك قلت هنحفظ ازاي، هنعمل ازاي. لا بالعكس، انت داخل على مستقبل تكنولوجي وكل حياتك هتبقى تكنولوجية بحتة، فلازم تأمن نفسك كأنك مثلا بتأمن نفسك وانت ماشي على الطريق، لان دخولك للانترنت زي نزولك للشارع بالظبط. طيب الطريقتين اللي هقولك عليهم اللي هي two factor authentication اللي هي المصداقية الثنائية. المصداقية الثنائية دي لازم تحطها عن طريق رقم موبايلك، دي أول حاجة. ثاني يعني حاجة سهلين أسهلك، تدخل الإعدادات بتاعت الفيسبوك أو أي منصة. يعني الكلام ده دلوقتي يا جماعة على جميع المنصات اللي موجودة، الفيسبوك، الجيميل، الواتساب برضو، أي حاجة. هتدخل الإعدادات بتاعتك، بعد كده برايفسي اند سيكيورتي او الامن والخصوصية. تمام، بعد ما تدخل هنا هتلاقي خاصيه تحت اسمها 2FA مختصره، او 2 فاكتور اوثنتيكيشن، او بالعربي المصداقيه الثنائيه. هتلاقي ثلاث خانات. اول خانه اللي هي الرقم، تضيف رقم ويجي لك رساله عليه عند فتح حسابك، دي كلنا عارفينها. لازم تكون مفعله. تمام. ده رقم موبايل، يعني ممكن احطه بس يفضل يكون لو معاك رقم منتشر. موضوع الموبايل، ما انا لسه جاي لك في الموضوع. يفضل لو كان رقم منتشر ما تحطوش. لازم يكون معاك رقم كده خاص بحساباتك على الميديا. احنا في الجيل ده لازم نعمل كده. ازاي وموبايلين ومش موبايلين، دلوقتي اقل موبايل بقى فيه خطين، فلازم تعمل كده.